الآن نلتقي بكم مرة أخرى في أجرة المباشرة الصباحية التركية الصباحية عبر نزفون كل الأوفياء أينما كانوا سواء داخل المغرب أو خارج المغرب من أزمان هذه الأزمية. صباح الخير وصباح الأمل، وإن شاء الله تكونوا دائما بأحسن الأحوال. طبعا الأحوال، فالأشغال أيضا زادت من تأزيم الوضعية
كنشوفوا معنا على المو.